لو الحكاية فيها إن فيتو دور الإعلام الرياضي في أزمة المنتخب دلوقتي أو في فشل المنتخبات كلها دلوقتي، أنت بتقيم هل الإعلام الرياضي له دور؟ وأكيد له دور وليه دور في حل الإعلام الرياضي ما تغيرش ومش هيتغير، هيفضل طول عمره ينتقد عند الإساءة ويشيد عند الحاجة الكويسة اللي تتعمل. ده الإعلام الرياضي طول عمره هيفضل كده، لأن إحنا شعب أصلا بطبعه بنفرح قوي من حاجات ممكن ما تفرحش بنفس الدرجة، وبنزعل قوي من حاجات ممكن ما إحنا شعب يا جماعة، إحنا دراما، إحنا نعشق الدراما. مسلسلات أكتر حاجة عندنا بتبيع، مسلسلات الدرامية أكتر حاجة بتبيع، إنما حاجة فكاهية حاجة خفيفة حاجة مش عارف إيه تبيع، إنما مش بنفس الطريقة بتاعت الدراما. الدراما عندنا وان البنت تقعد تعيط والولد يناولها المنديل عشان وهي بتعيط، هو ده المتصدر المشهد. فاحنا الدراما عندنا واخده حيز كبير جدا من وقتنا ومن شغلنا، فهنفضل في القصه اللي احنا فيها دي طول حياتنا. فالاعلام الرياضي طول عمره هيفضل يأفور ويفضل مش عارف ايه، انما القصه بتاعت اللي احنا فيه دلوقتي ده تحديدا دي ما حصلتش او بقالها كتير او ما حصلتش. يعني برادلي تعرض لنفس الانتقادات، حسن شحاته في نهايته اتعرض لنفس الانتقادات، ولكن كابتن شوقي ماسك بقاله سنه. لك ان تتخيل ان اول ست شهور في توليه بيقنع الاعلام ان هو الاحق. يعني هل انا جايب مدير فني عشان افضل ست شهور اضيع من وقتي الفني ست شهور ان انا يا جماعه اقنع الراي العام واقنع الراي العام، والراي العام كمان يضيع وقت في ان هو يتفنن في كيفيه اظهار شوقي غريب انه يعني لا يصلح وانه مش عارف ايه. طب يا جماعه ما نشوف تجارب. طب ما يا عم واحد كفته هو ما عندوش فكره، خلاص انا افترض ان شوقي غريب ده ما عندوش فكره، طب خلاص خلوه يشتغل من اول لحظه، دعموه وسيبوه يشوف الدنيا ماشيه ازاي. وده اللي انا كنت بعمله، لان انا في مليون حاجه حكمتني في الموضوع ده. يعتبر انا الاعلامي الوحيد اللي في مصر اللي كنت مدعم لفكره ان كابتن شوقي غريب يجي كمدير فني قبل ما يتولى. كله كان مهاجم وكله كان بيتكلم في العلاقه ما بينه وبين كابتن هاني ابو ريده وانه جاي بالواسطه وانه جاي مش عارف ايه. ولكن انا بحكم ان انا اشتغلت مع كابتن شوقي، يعني كان هو المدرب بتاعي، بحكم ان انا شفت شغله، بحكم ان انا شفت انجازه، بحكم ان انا مطلع على مدربين كانوا معايا في وقت ما انا كنت بلعب في منتخبات الشباب، شفتهم دلوقتي بقى اخذوا منتخبات بلادهم لعب، يعني مسكوا منتخبات بلادهم، فشايف ان الراجل ده احق ان هو يمسك، ما عندوش مشكله انه يمسك. ما اتكلمتش ان هو اهل انه يمسك ولا مش اهل انه يمسك. ان انا اقول ان وائل رياض ده ممكن يبقى رئيس التحرير في فيتو سهله، انما هل استمر في رئاسه للتحرير؟ لا، ده بحكم شغلي. فانت اديني الفرصه اللي مليون واحد قبل كده خدها وبعدين احكم عليا. انا قلت ادوا الكابتن شوقي غريب الفرصه، لو وحش مشوه. ده الكلام اللي انا كنت بقوله ومصمم عليه لغايه دلوقتي. اي حد، انما احنا عندنا مشكله ان لو جبنا اي حد كان هيطلع فيه القطط الفرسان. ده طبيعتنا. انت تقييمك حاليا يا كابتن وائل تجربه كابتن شوقي غريب؟ كابتن شوقي غريب على فكره تولى المسؤوليه في شهر 3 شهر مارس، احنا النهارده في اخر 11، يعني تقريبا 9 شهور. تقييمك بقى، يعني انت كلمتنا كتير على كابتن شوقي غريب، انت دلوقتي شايف تجربته ازاي؟ لا تجربته، وهل انت مع مكمل مع الفرقه؟ لا تجربته، انت شايف ان هو كده تجربته مش ناجحه لسبب واحد بس، ان ملهاش ملامح. مش من اول يوم دخل قال هو عايز يعمل ايه. بمعنى انت ممكن اول يوم تخش المنتخب تقول انا هبني فريق. طيب اللي حصل ان كابتن شوقي قال انا هبني فريق، انا داخل ابني فريق، ولكن كل الظروف اللي حصلت والمباريات اللي اتلعبت لا تدل على بناء فريق، تدل على رؤيه لمكسب المباراه، رؤيه لمكسب المباراه. واخر حاجه وده ما حدش اتكلم فيها، استدعاء عصام الحضري. انا لو فعلا في دماغي ان انا ابني فريق، طيب ابني فريق بواحد عنده 33 سنه اللي هو محمد صبحي في ظل اصابه 2 شريف كرم احمد الشناوي، ولا عايز اكسب المباراه عشان كده جبت الحضري؟ انا مش عايز ابني فريق. احنا اتصدر لنا كلام غلط. ان انا ابني فريق دي معناها ان انا في 30 35 لاعب بجربهم، في 18 استقريت على ان هم دول لو اخذوا الخبره الفنيه في خلال 3 4 سنين دول هيبقوا النواب جد اللي لعبوا لي 2018. خلاص، فال 18 واحد دول، اصل يا جماعه بنى الفريق دوت عامل اكنك عايز تبقى زي ايه، زي منتخبات الشباب. مش في 9 شهور من الفريق؟ ما انا بقول لك لغايه 2018، يعني اللي هو
هعدي باخفاق وهعدي بنجاح وهعدي بكل حاجه. وبعدين في نقطه مهمه جدا، في نقطه اصل هي بص شويه معادلات صعبه بس هتوصلك في الاخر ان برضو تصدر لنا كلام مش مظبوط. اتصدر لنا كلام ان لازم بنى الفريق يكون مع الاخفاق، يعني عشان يبقى الشماعه ان انا ببني فريق. لا، انت عشان تبني فريق لازم تخش بطولات. انت عشان تبني فريق لازم تخش كاس الامم الافريقيه، عشان انما ما طلبكش بانك تاخدها، انما لازم تخش في بطوله كبيره، في بطوله كبيره عشان اقدر اقيم الولاد دول البطوله اللي جايه يعملوها. الالعاب الفرديه اللي بتحقق انجازات كبيره جدا في مصر وفي العالم بتحققها ازاي؟ كده الاحتكاك كده ولا من الاحتكاك؟ الاحتكاك الودي ولا الاحتكاك الرسمي؟ البطولات الاحتكاك الرسمي ده بيخش اللاعب السكواش مثلا بيخش في بطوله امريكا الرسميه تحت مش عارف كام، الولد يجيب ثالث، يجي الاتحاد بتاعه او السبونسر الراعي بتاعه البطوله اللي بعدها بسنه ولا بسنتين يفضل يصرف عليه ويمرنه ويأهله ويوديه معسكرات عشان البطوله اللي بعديه يجيب ثاني، عشان البطوله اللي بعديه يجيب اول، وهو بيبقى قايل في خطه البتاع ان الولد ده كمان 4-5 سنين هيجيب لي اول، هيجيب لي ميداليه. احنا غير ما بنعملش كده عندنا في الكوره. ليه ما عندناش اللي هو حد يقول يا جماعه منتخب الشباب اللي هيتكون مواليد 99 لسه هنكونه دوت احنا هنأهله ان هو ياخد بطولة العالم الكبيرة كاس العالم الكبار كاس العالم الكبار سنة 2050 مثلا. ليه ما نعملش ده؟ لان اصلا ما عندناش الرؤية، يعني ما عندناش حد فعلا بيبقى عنده الرؤية، ما عندناش حد بيعرف يخطط، ما عندناش حد بيعرف يدي خطة سنة قدام. سنة قدام انت مبالغ يا كابتن وائل، يعني من الصعب قوي ان حد ما يحط سنة قدام. لا، احنا الدوري بتاعنا بيتحط لمده سنه قدام، يبقى ما عندناش حد بيحط دوري، بيتحط نص سيزون وبعد كده مفيش حد بيحط دوري سنه. انا رحت النمسا اقسم بالله العلي العظيم سنه 2006 من وانا قبل ما اطلع من مصر معايا جدول الدوري، وكنت مصمم ان انا يبقى معايا جدول الدوري لان انا كنت هتجوز في السنه دي في اخرها، فكنت حريص على ان انا اختار الوقت بتاع الاوتيل اللي يتناسب مع اجازه. انا اخترت الوقت قبلها بسنه وعارف الدنيا ماشيه ازاي، وجدول الدوري لم يتغير فيه ان الماتش مكتوب الساعه 3 بقى 3:05. بص انا بكلمك في التوقيت بتاع الماتش مش في يوم الماتش. والنمسا مصنفه في الدوريات الاوروبيه فقيره، يعني حاجه غلب يعني. انما النظام والتزام وناس رؤيه، عندها رؤيه وناس بتفكر وناس بتخطط. انما احنا مصعبين الامور قوي، احنا عندنا المنتج صعب قوي وبيطلع لنا في الاخر عارف اللي هو مكنه ما بتطلعش قماش، عماله تطلع لنا حاجات ثانيه خالص غير اللي احنا بنتكلم فيه. في عايز توضيح لنا كابتن وائل حاجه انت بتقولها دلوقتي، ان انا النهارده لما بكون عايز اطور معيار النجاح او معيار النجاح التطويري، انت كنت بتقول دلوقتي ان انا لما فوزنا بثلاث امم افريقيا هللنا وبتاع مش عارف ايه، ما انت شايف من وجهه نظرك؟ لا ما نجحناش، احنا نجحنا في ان احنا المعترك اللي دخلناه خدناه بحكم اللي انا قلته لك. ده مش نتاج عمل ناجح ولا ده شد نتاج؟ نتاج عمل محدود ضيق ما بين مدير يعني فني. مثلا سوريا لما خدناها في 2006 قلنا جاهز عشان على ملعبنا والجمهور بيساندنا وبتاع، فوجئنا بعد كده ان احنا بناخد البطوله في 2008 في 2010 من منتخبات من عتاد افريقيا، يعني زي ما كان بيقولوا. يعني ده شايفه نتيجه ايه؟ يعني برده هل انجازات عشوائيه ولا جاب بناء على تخطيط؟ لا 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 مش انجازات عشوائيه، بس هو الفتره دي كان في بقول لك مدير فني بيشتغل ومقنع بشكل كبير، مقنع، ودي حط تحتها 30 خط الانديه هنتكلم فيها، وهو شخصيه المدير الفني للفرق الكبيره والمنتخبات. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا، بفكر ان احنا نتكلم فيها لان دي هفتح لك فيها افاق ثانيه. عندك مدير فني شخصيه ومقنع، عندك لعيبه وتوليفه لعيبه في الفتره دي من سلوكيات وفنيات ما جاتش قبل كده، عندك لعيبه لو مسكت لك واحد واحد من المنتخبات من المنتخب اللي قعد خد الثلاث بطولات كلهم متألقين في انديتهم. لا لا بالعكس، مش متألقين في انديتهم، هتلاقي 3-4 متألقين في انديتهم، انما دول نتاج لمنتخبات ناشئين، نتاج منتخبات ناشئين واولمبي. بالظبط. اذا الصفه الدوليه خدها من هو صغير. معانا حسني عبد الرب واحمد فتحي وعمرو زكي وعماد متعب ومحمد شوقي وابراهيم سعيد تعال بقى اكلمك ابو تريكه في المنتخب الاولمبي، ولكن هو ماسك ما بين واحد هيكل كبير قوي عنده الصفه الدوليه، محمد ابو هاي والله يرحمه. مين تاني؟ لا انا اقول لك بالاسامي. زيدان برضو. زيدان كان معانا في المنتخب الاولمبي. يعني ناس متاسسه واخده الصفه الدوليه على ناس متالقه من دوريات سواء اوروبيه او محليه او بره، زي عندك محمد بركات
ما كانش ابن المنتخبات. محمد بركات عمره ما كان بيخش المنتخبات، ولكن ظاهر. ابو تريكه ابن المنتخب الاولمبي ولكن ظاهر، مش ابن المنتخبات برضه، ولكن مش ابن المنتخبات. يعني لو ما تشكلش منتخب اولمبي في المرحله اللي ما كانش لاعب، وما كانش بيلعب في المنتخب الاولمبي، كان موجود بس مش بيلعب. حضر يا كابتن عصام الحضري منتخبات؟ لا منتخبات، ابن المنتخبات. لا اولمبي، لا اولمبي، منتخب اولمبي ولاعب، ده لاعب على لعيبه الاهلي، ده اساسي، لاعب على مصطفى كمال اللي هو كان رقم واحد، لاعب على الناس كلها، وهو ده اللي خلاه ينتقل للنادي الاهلي. فاذا انت عندك ناس متاسسه صح، انما انت المشكله دلوقتي ان انت عمال تبني من ناس عمال تتوقع ليهم ان هم يبقوا دوليين، بتتوقع وبتجرب في حاجات رسميه. يعني انت عمال تقول خالد قمر، عمال تقول عرفة السيد، عمال تقول مش عارف ايه. المدير الفني يا كابتن، ما خطا المنظومه بقى، ما هو خطا طبعا المدير الفني. طبعا خطا، ولكن انا برضو انا نظرتي مش محدوده. الناس كلها عايزه توجهني ناحيه التقطيع في المدير الفني، او ان انا مشكلتي مش او مشكلتي في المدير الفني. انا مشكلتي اوسع من المدير الفني. انا مشكلتي اوسع من المدير الفني، لان انا لو القصه مدير فني غير المدير الفني يعني. واحنا عندنا نغمه في مصر، يبقى ماسك اجنبي اول ما يخفق. لا 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 مش نجيب بس، لا لا مش نجيب بس، لا احنا مش بنجيب بس، لا احنا مش بنجيب بس، احنا في فترات الاجنبي الاخيره بنبدا نهيئ الراي العام والجماهير ان احنا ما ينفعناش الاجنبي. اجنبي عايزين ده احنا الوطني اللي عارف عاطفه اللعيبه ومش عارف ايه. خليني بقى اكمل لك بقى، عاطفة اللعيبة ومش عارف ايه، وهو اضرب الدوري المصري نجيب المصري، واضرب النفسية والسيكولوجية نجيب المصري يخفق في اخر ولايته يحب ويكره على فكرة فلان. ما ينفعش منتخب مصر للاجنبي، لان هو راجل، انما مش اي اجنبي كمان، لازم يبقى على دراية بالكرة الافريقية والكرة العالمية ومارس التدريب بكرة شمال افريقيا. وليه يا عم مانويل جوزيه جه عمل انجازات في مصر اصلا وهو ما يعرفش؟ ولا حد يعرفه، ولا حد يعرفه، ولا مسك اي حاجه افريقيه قبل كده. وجي قال لنا احنا انتوا بتلعبوا حاجه شبه الكوره، جه من 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 البرتغال اللي هي برضو فقيره في الـ في الـ في الـ في الاحتراف. جوزيه كان مدرب محظوظ، الحظ الحظ ليه نسبه، الحظ ليه نسبه كابتن وائل، الحظ ليه نسبه. المدير الفني شويه نسب كده اهو، فمن من ضمنها الحظ. لو مش متواجد معاك ممكن فنياتك تضيع في الهواء. بيقول لك استدلوا على الكلام ده من اخر 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 عهده بالنادي الاهلي، اخر موسم حضر في النادي الاهلي ما عاش اي نجاحات. مهنه التدريب، خسر دوري ابطال افريقيا، خسر كاس مصر، يا دوبك حقق بطوله الدوري بشكل انفسي، البطوله اللي كان الزمالك بينافس فيها مع حسام حسن يعني. مظبوط، بس هقول لك خليني بس اكمل لك النقطه دي. مهنه التدريب هي المهنه الوحيده، هي المهنه الوحيده اللي انت ابداعك انت فيها باقدام الاخرين، مش بمزاجك، مرتبط باقدام الاخرين. يعني انت عشان تعمل موضوع عالمي عالمي هتاخد مني كلام، ممكن يبقى الكلام عادي جدا، بس شطارتك انت انت اللي تخليه الموضوع مثير ومبدع، او تخليني قلت كلامه خلاص. انما انا اقعد اركز وادرس واتمرمط واعمل كل حاجه، وفي الاخر 10 لعيبه او 11 لاعب، واحد غلط في باص، ولا واحد غلط في انه يمسك الكوره ويطلع انا ما عنديش فكره عن كل حاجه. فاذا من التدريب مهنه صعبه، الحظ فيها، الحظ فيها ليه نسبه، ونسبه تحترم، لازم يبقى نسبه تحترم. لان خلي بالك اتظلموا بسبب اللعيبه اللي موجوده معاهم والفريق، في مدربين اتظلموا لان بسبب اللعيبه، في مدربين اتظلمت بسبب ان معاش نسبه الحظ دي. اسمه ايه، الله يمسيه بالخير، كابتن شربيني كان بيقول كلمه مهمه جدا، جنرال الحظ. جنرال الحظ ده لو مش موجود مع مدرب صعب 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 صعب.